اليوم عندي نصيحة سريعة لمرضى السرطان. دائما مع هذا المرض نحس ان ما عندنا خيارات، او نحس ان الطب البديل والمكمل ما يعطينا خيارات كفاية في هذا المجال، لكن في الطب البديل في خيارات عديدة لمرض السرطان. عشان تعرفونها يمكن احسن ان تقرون بعض الكتب وتطلعون بعض الDVDs عشان تعطيكم فكرة. فاليوم اقتراحي كتابين واثنين DVDs. الDVD الاول اسمه Healing Cancer from Inside Out، هذا يعطيكم فكرة عن المرض ويعطيكم فكرة عن الطرق اللي يتطرقون لها لعلاج هذا المرض بالطب البديل. الDVD الثاني اسمه Cancer is Curable Now، وهذا الDVD بعد يعطيكم فيه كأنه مقابلات وحديث مع أخصائيين مختلفين في هذا المجال في علاج السرطان بالطب البديل. فالحلو فيهم اثنينهم بالDVDs انه يعطونكم حلول يمكن ما تقدرون تحصلونها في المستشفيات العادية او عند الاطباء العادية، لكن بعد الحلو ان الDVDs والمعلومات اللي موجودة تعطينا امل كبير في ان الجسم قادر على شفاء نفسه. اذا تعطيه المقومات والعوامل اللي تساعده هو قادر على شفاء نفسه. الحين في الكتاب ثاني، في كتاب اسمه A Time to Heal، وهذا عن واحدة في الثمانينات صار فيها سرطان وراحت من طبيب إلى طبيب ومن عملية إلى عملية لما في الأخير هما فقدوا الأمل منها، قالوا لها خلاص ما في أمل في مرضك. فهي راحت ودورت بروحها ولقت طب بديل يساعدها في هذا المرض. في الثمانينات قالوا لها باقي لك بس كم شهر تعيشين، لكن الحين لحد الحين هي عايشة ما شاء الله، وقاعدة تكتب الحين عن الثيرابي اللي سوتها. الثيرابي اللي سوتها اسمها The Gerson Therapy، وهذه هو الكتاب الثاني اللي بتكلم عنه اسمه Healing the Gerson Way. The Gerson Therapy نوع من العلاج قديم وطب البديل وقاعد يشفي ناس كثيرين فيهم هذا المرض. فأنصحكم أن تقرون هذه الكتب A Time to Heal اسمها بياتا بيشوب و The Gerson Therapy Healing the Gerson Way، أو حتى يصير تشوفون عنهم معلومات في الانترنت. الحين هذه الDVDs اثنينهم بعد يتكلمون عن هذا العلاج نفسه، فهذه بدائل، وهي ممكن ما تكون بشرط بدائل بس تكون خيارات أخرى لما الواحد يحس إنه ما في أمل يمكن هي تقدر تعطي أمل. فجربوها، حطوها تحت المجهر بنفسكم وشوفوا الفرق. هذه كان رأيي والقرار قراركم.